يلا سي بعد قصر الجمعيات بعد يعني انا الابن ديالي من الدراري اللي تسموا من الاشخاص اللي تسموا في مركز في سميتها هي منصه الشباب اللي كان واحد الجمعيه اللي هي وصال وادماج ولا ادماج وصال ما تنعرفهاش اللي عاد عرفتها دابا والابن ديالي اللي كان اللي مشغل من طرف برنامج اوراش مع جمعيه ياقوت مرجان وعنده عقد مع اونفو اكاديمي علاش مشى تما يديروا التكوين تما اللي عطى الله عطاه تما تسمم تما كلا داك الساندويتش مسموم في هذاك منصه الشباب الان هبطنا للي عايشه اليوم لان الدري ديالي باقي ما كاينوش لدابا مشينا باش ناخذوا شواهد طبيه من لالا عائشه مستشفى لالا عائشه قال لك جيو المستشفى مستشفى القرب محمد الخامس ملي جينا مستشفى القرب محمد الخامس قال لك لا ما نعطيوكمش اذا كردونا بحال الكره والناس اللي كيمشيو يديو فيهم ويجيبوا فيهم راهم في حاله غير صحيه غير جيده مال الابن ديالي انا علاش كنمثلو دابا حيت ما كيوقفش ما تيقدرش يوقف ولا يمشي ويجي لما زيتيش ما يتهش يجهدوا الى حاشاكم مشى للطواليط ولا شي حاجه ومن بعد نهار ديتو للسبيطار لقيتو عمر حالات بزاف الله يسمح لينا من الوالد بقيت مخلوع عليه ديتو للبريفي داووا البريفي اذا عاوتاني كنتفاجئوا كيعيطوا لي العماله عاود جيتو لهذا المستشفى القرب واكبوه وهما الوثائق باش واكبوه مستشفى القرب علاش شنو انا على انا ما نقدرش دابا علاش ملي كتعطيني كندوز عند اي طبيب كيعطيني شهاده طبيه واش ديال العز ولا انا باش مصاب وسميتو ها هي هادو هادو فين شافتهم مستشفى القرب هادو هادي شهاده ديال البريفي ها هي بانهم مسموم كلا تسموم وهادي باش دوزت ليه نت في البريفي وعاد الدوايات اللي كنشري ليه انا بلا طبيب عاوتاني المقويات والفيتامينات غير باش يوقف وعاد الدواء ديالو راه خنشه ديال الدواء اللي كاينه اللي حد الان باقي كنشري في الدواء وهادشي اللي كاين انا بغيت نعرف علاش مسترين على هادشي راه موقف معنا تواد فين لاحظت النهار الاول شفت كيفاش يجري وتي يعني باش يتعلم هذاك راه ماشي النهار الاول راه السبت طاحوا الناس وكاينين الناس المسؤولين كيفاش كانوا كيجريو وتي نوضي يطيحوا باش انا يعني تستروا على هاد الجريمه اليوم جايبين واحد التريتور من سلاق علاش حنا واش مدينه تمارا ما عندناش تريتور لا مدينه تمارا ما فيها لا تريتورات لا تلعبه مدينه تمارا ما فيها فنانه ما فيها مثقفين ما فيها تريتورات ما فيها رياضيين ما فيها حتى حاجه تمارا باقا قريه من 84 ولات جامعه قرويه من بحيدت ولكن راه باقا قريه تمارا تمارا اش غنقول لكم على تمارا تمارا غريبتها غريبه وحسن عون اللي عايش فيها تمارا حنا هاد المواطنين البساط اللي عايشين فيها راه ما واخدينش فيها حقنا على احسن ما يرام وخير ذلك راه ما نعاودش لكم هذا غير مشكل بسيط ديال تسمم اشنو وقع فيه كنقول انا لو كان ولاد مسؤولين كبار راه يتهزوا للكلينيكات علاش ما يهزوش الناس للكلينيكات هادو ويداووهم بالزربه ويشوفوا شنو كاينين علاش حيت ماشي مواطنين عاديين وسيدنا نصر الله كيوصي على الصحه كيوصي على صحه المواطن ويعاود وهادشي اللي عطى الله وهادشي اللي نقدر نقول رؤساء الجمعيات يعني جاوا باش يديروا واحد التكوين تنشوفوا بان الناس تقول مندمنه باش دوزوا وشوفوا بالعربيه تاع عربيت انا لطفي براسي على الريان عمرني كليت شي حاجه في هاد المدينه في هاد الكرش هادي كليتها ولا شديت من عند شي واحد والله يعطيني شي حاجه يديها لشي حد ما نعرف لمن يديها بلا ما نبقاو نهضروا انايا كنعرف المجتمع المدني الدول رقات بالمجتمع المدني حنا عندنا المرايقيه وما كنعممش ماشي كل شيء عندنا المرايقيه وما عندناش احزاب ما عندنا حتى لعبه ولا مجالس لا حتى شي حاجه كنقولها ونعاودها اللي قال شي حاجه يتحاسب معايا عندنا مجتمع مدني مرايقي ب 180000% انا لا كتعرفوني وعارف الجمعيه ديالي كنمثل تمارا هذه المدينه بزاف المجالات وما عمرهم كيعطيوني حتى حاجه وما عمرني خديت من عندهم حتى كارت ديت فيهم انا مجموعه ديالي ولاد الناس ديالي واللي قال شي حاجه وعاطيني شي حاجه ها وجهي ها هو وكنشارك وكنحب الوطن ديالي وكنحب الملك ديالي وهادشي انا ما كان عنديش فيه شك واللي بغى يقول شي حاجه يقولها واللي راجل يثبت معايا العكس هادشي اللي نقول ولدك مريض السي لطفي باش طالب اليوم امام المستعجلات باش طالبوا باش يعني الرساله للمسؤولين كنطالب غير بالحق ديال لا يبان انا راه ماشي من باك النوع اللي طماع باغي التعويضات ولا شي حاجه علاش كنهضر علاش هادشي تستروا عليه وما يبانوش المسؤولين قدامنا علاش
علاش ما يجيوش المسؤولين حنا وكا حنا بنادم وهزوا وليدات. انا ولدي ملي كطلع كيطلع الروح ما كيعاودش يرجع. داك كنت تحس بيا اش كيوقع عليا ولا انا؟ راه ولادي وما دنيتي بعد الله سبحانه عز وجل. استغفر الله على هذه الكلمه. هذوك هما اللي عندي انا. راه امي ماتت وبا ماتوا 20 عام ما عندي حتى حد من غيرهم. هذا وتقول انا هما اللي مخليني واقف. انا ما نخدمش كون ما ولادي كاع. انا مريض عندي مرض مزمن وما نخدمش. عندي مرض مزمن ما نخدمش كاع وكنخدم عليهم وكنوقف عليهم وباش ما يخرجوش ليا في شكل كاع. شنو الرساله اللي توصل للمسؤولين في اقرب وقت؟ لان هذه تتسمى يعني جريمه باش غنشوفوها. راه جريمه هذا، راه قتل الانسان اصاحبي. راه الروح عزيزه عند الله. راه جريمه هذه ملي كتعطي لبنادم السم. ما كاينش تريتورات هنا من سلاق. ما كاينش تريتورات. علاش انتوما كتبغيو ديروا هاد دفتر تحملات وهاد العقود ديروا مع ناس بعاد ولا التماره ما كيفهموا في والو ولا التماره؟ كتمنوا الرساله للاسف. للاسف شكرا. عند السيد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. معكم فهد زين الدين رئيس الجمعيه الوطنيه للتنميه المقاوله والمقاولين الشباب والكاتب العام للهيئه المغربيه لحمايه المواطن والمعلم بجهه الرباط سلاق ونيطره. واحد من المتضررين اللي تصاب التسمم هذا. التسمم هذا كان فيه 36 واحد اللي تصاب التسمم من صوت الشباب اللي كاينه في التماره. ثلاثه ديال الحالات حرجه اللي كاينه دابا حاليا. مجموعه ديال رؤساء الجمعيات اللي كما كتشوفوا امامكم جاوا لهذا المستشفى في المستعجلات. اليوم كنطالبوا بشواهد طبيه ديالنا. المستشفى ما كيبغيش يعطينا شهاده طبيه، كيصيفطونا للمستشفى ديال العائشه. واش هذا استهتار ولا استحمار ولا شنو غنوصفوه؟ واش هاد المسؤولين اللي كاينين في تماره، واش كاينين في تماره ولا كاينين في اوروبا ولا فين عايشين؟ راه عندكم هنا مجموعه ديال رؤساء الجمعيات، اجيو شوفوا شنو المشكل ديالهم، حلوه معاهم. راه كيمدوا تماره، كيمدوا عين عوده، شوف اخويا هاد الجمعيات كدير انشطه، كدير بزاف ديال الامور، ما عندهاش حتى الدعم، ما كتشدوش مع الدوله. هنا في التماره هذه حتى الدعم هاد الجمعيات ما كيشدوش. الناس هنا خارجين بالانشطه كيكملوا من جيبهم ويزيدوا دعقهم في الصحه ديالهم. واش هادشي واش هذا استحمار ولا استهتار ولا شنو هو هذا؟ واش هاد المسؤولين اللي جالسين هنا في هاد التماره هذه جالسين مربعين ما غايجيو يشوفوا يديروا رؤساء الجمعيات؟ وكل واحد راه عنده وصل النهائي ديالو هنا. كنعرفوا الجمعيات لما كان حاضر من صوت الشباب يعني كيحضروا الاعياد الوطنيه، كيحضروا يعني ديما الانشطه، اعياد وطنيه، اعياد دينيه، اعياد كاع هاد الجمعيات حاضرين في جميع المناسبات. ولكن المسؤولين ها هما في ابسط يعني باش طاحوا هما في ابسط مشكل وقع لهم هما تخلوا عليهم، حتى شي واحد ما وقف معاهم. ديما هما واقفين هنا واقفين ليه، تيجروا مع المواطنين، تيجروا مع كل شيء. نقاطعك هذه النقطة، النهار اللي كنتو انتوما في التسمم كانوا في واحد النشاط ديال الاحتفال تيحتفلوا بشي موظفين ديال التقاعد. انا كنبان لك انك تحاضر في النشاط وبالحلوى والطبالة والغياطة. ايه وهذا هو الاستهتار اخ الكريم اللي تنقول لك، هذا هو الاستهتار والاستحمار. وهذا من كلمة تبع الصحافة باش تنفرشوا شنو كاين الداخل. الصحافة سلطة رابعة، من حقها تدخل تما، من حقها أن تواكب، ومن حقها أن تشوف كاع تعري على الفساد وعلى المفسدين. الموظفين الناس المسؤولين هنا بدات تمارس مجموعين بالزوق. شوف 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 اعتقال العامل ديال التماره خير دليل على ان الفساد متفشي هنا في التماره. سالات الهضره ما بقاوش نعاودوا الهضره. هادشي خصو يدخل فيه صاحب الجلاله. اعلى سلطه اللي كاينه هنا في التماره راه عند النيابه العامه. هنا خصو يتفتح تحقيق. حنا راه ما غاديش نسكتوا على هادشي، وحنا راه ما كيخلعنا حتى شي واحد، وما غنرجعوش اللور. كهيئة حقوقية راه غنواكبوا هاد الملف هذا، وغادي نوصلوا للشكاية ديالنا لوكيل جلالة الملك، وغنواكبوا النقاط كاملة. راه ما يستحمرنا حتى شي واحد، إلا موالفين كيستحمروا عباد الله، راه اليوم راه ما غاتستحمروا حتى شي واحد، واللي دار الذنب راه غادي يستاهل عقوبة. راه هذا حق من الحقوق ديال هاد الناس هادو، هاد الناس عندهم شواهد طبية من حقهم يديوها. هذا راه حق من الحقوق ديالهم وشكرا. اذا متابعي الكرام، متابعي شوف تي في، يعني كما سمعتوا على لسان يعني هذا رؤساء الجمعيات بان تم يعني تخلل عليهم من المسؤولين. انا مش على حقاش، هي ما قادراش. صافا ما قادراش وما نسب من حد. صافا راه ما كلاش حاجه من نسب لهنايا. اش غادي اشنو غادي نقول لك؟ ما تاكلش خمسة معالق خمسة معالق ديال السواس. لا باطل عندكم ماشي مشكل. دوز معايا نهار ولا 48 ساعة في الدار مرحبا به. ملي كذبني من المسؤولين يجي يجلس معايا شوف واش كياكل ولا كلا الماكلة. متابع الكرة ما غنشوفوا أحد المرضى اللي ما قادينش ينوضوا. السلام عليكم لالا. السلام. واخا ما قادش نهضر.
واخا ما قادش نهضر معكم رئيسة جمعية أفاق المستقبل. أنا مضرورة بزاف من عام 12 الشهر نصامدي مشينا لمنصة الشباب باش نستافدوا باش نفيدوا الناس كمجتمع مدني. حنا تضرينا اكثر لاننا مشينا باش نستافدوا، جينا مضرورين، جينا مضرورين. انا جيت نهار السبت، مشيت دوزت نهار السبت، قرينا نهار السبت، جينا عادي نهار الحد كان في الصباح ما كنلقى ما عنديش الجهد. جات جا الناس قال لك غنديوكم، جات عندنا لومبيلونس. كنشكر رئيس الجماعة سيدي حيا زعير من هذا المنبر اللي صيفط لنا الحاج الحماري اللي صيفط لنا لومبيلونس باش جات وزاتنا لوبيطال هنايا. منين جابونا لهذا ديال محمد الخامس عطاونا الدواء بحق، ما غسلوا لينا لا المعدة لا والو، داروا لينا غير السيرومات. المهم قال لك غتمشيو تكملوا الدواء ديالكم في لالا عيشة. ابخي مني مشينا لالا عيشة ما كنتفاجئوا بالله، ما داروا لينا والو. مشينا عطاونا الاسيره، جلسنا حنا جوج على سرير واحد. هي انت اللي كنتي مع السيده؟ ايه مشيت جلست انا والسيده على سرير واحد، بقينا هكاك حاشاك لا دياغي حاشاك. جابوا لنا واحد القريعه بالماء صغيوره، هادشي اللي كاين. بقينا تما قالوا لنا صافي هاكو دواء اخر وسيروا. المسؤولين انا رؤساء الجمعيات، لان انتم كتخلصوا مالكم الخاص، كتحضروا انشطه وطنيه، كتحضروا انتم كديروا التوعيه، انتم مشيتوا باش تستافدوا من واحد التكوين، كتفاجئوا بواحد المأكولة اللي مسمومه. والغريب في الامر هو بان كاين تريطور جاي من السله، علاش واش مدينه تمار ولا السيدي حيا ولا السخيرات ولا عين عود، واش ما فيهاش تريطورات؟ الغريب في الامر اللي هو احنا كرؤساء وامينين المال حطوا لنا واحد الفطور اللي حشومه يحطوا لينا الاخوات. سمحوا لي خليني نكمل الهضره. واحد الفطور اللي هو حشومه يحطوه لينا اللي ما وصلناش، اللي هو كرواسه صافي وكاس ديال اتاي ما عنده حتى معنى. والناس الاخرين التريتور ديالهم خاص، حلويات جميع شي حاجه اللي كتخيلها في الحلوى منزله، الحليب فايض، العصير، شي حاجه اللي ما توقعاش. حنا ما خسروش علينا والو. ابخي منين جاو خصيصه ديال الغدا نضنا باش نتغداو، كيبان لينا الطوابل التريتور، قلت زعما راه غيكون شي حاجه اللي كلاس. كنتفاجئوا بالناس، جيب لهم مشويات، جيب لهم المشوي والبسطيله والعصير. وحنا داونا لواحد القاعه حطوا لينا هاد السندويتش اللي ما يتكاتش حتى في سبيل